بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الشعب السوري البطل، كل عام وأنتم أبطال أحرار، كل عام وأنتم مرفوعي الرأس ومحفوظي الكرامة، فمهما جرى وسيجري لكم ستبقون مرفوعي القامة، مرفوعي الرأس، منتصرين. فإذ أحييكم وأحيي أصغر طفل فيكم، وأحيي صمودكم في وجه الآلاف الأطنان من المتفجرات ومئات الغارات الجوية وأعمال القصف والقتل في الطرقات والجرائم التي لم يشهد العصر الحديث مثيلا لها. نمر اليوم بمرحلة مهمة في صراعنا مع من اغتصب أرضنا وأقام حكم الاستبداد، وأقام حكم الاستبداد فيها لأكثر من 40 عاما، وهذا ما يتطلب منا طي صفحات الماضي والبدء بكتابة صفحات بيضاء جديدة لتدوينها في كتاب الثورة، لتدوينها في كتاب الثورة السورية تقوم على أساس الاستفادة من أخطاء الماضي وكتابة مستقبل مشرق لجميع السوريين. عنوان المرحلة القادمة سيكون العودة إلى سوريا والانطلاق منها لتصحيح كافة المسارات التي انطلقت منها ثورتنا المباركة، حيث وضع الائتلاف خطة مستقبلية مؤطرة لتحسين أداء الائتلاف والحكومة المؤقتة في المجالين السياسي والتنفيذي، وذلك ضمن بنود محددة وخطوات مرحلية لإدارة المناطق المحررة والمحافظة عليها من خطري داعش والنظام. ونناشد جميع القوى الثورية للمشاركة في وضع بصمتهم ومساعدتنا على القيام بواجباتنا اتجاه الشعب السوري المناضل، فالمرحلة القادمة تحتاج المزيد من الجهد والعمل الدؤوب لتحقيق تطلعات شعبنا وتأسيس دولة أساسها العدل والحرية والديمقراطية. ففي سوريا المستقبل سيحاسب جميع المجرمين وسيأخذ كل ذي حق حقه. في سوريا المستقبل سيكون هناك دولة المؤسسات الخالية من الفساد. في سوريا المستقبل سيكون لكل فرد حقوق وواجبات. إن النصر آت، والدماء الزكية التي سالت من شهداء الحرية لن تذهب سدى، وسنستمر في ثورتنا التي قامت ضد الظلم والطغيان، ولا يمكن لكل هذه التضحيات أن تقاس بالحسابات المادية والبشرية. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية للمعتقلين. عاشت سوريا وعاش شعبها حرا عزيزا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.